ازاي تنجح وتجيب مجموع وانت قاعد على الانترنت. اليوم السابع بيقدم اقوى مراجعات نهائيه للثانويه العامه لنخبه من افضل المدرسين. اتفرج وذاكر وانجح وجيب مجموع بالفيديو على اليوم السابع. نصيحه بنقدمها لأعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، بنقدم نصايح ليك إزاي تتعامل مع الورقة الامتحانية، بنقدم ليك نصايح إزاي قبل الامتحان بيومين تتعامل إزاي، بنقدم ليك نصايح إزاي وانت رايح في طريقك للامتحان هتاكل إيه، هتشرب إيه، هتبعد عن ايه، ايه الحاجات اللي بتخليك تتعرض للتوتر عايزك تبعد عنها، ايه الحاجات اللي انت وانت رايح الامتحان هتذاكر قبل الامتحان، لان في ناس دايما انت عارف بتحب تذاكر قبل الامتحان على طول. قبل اللجنة هتعمل ايه، لما تدخل وتقعد على كرسيك في لجنة الامتحان هتعمل ايه قبل ما تجيلك الورقة، لما تجيلك الورقة هتعمل ايه، وانت بتقرأ الاسئلة هتقرأها ازاي، وانت بتجاوب هتجاوب ازاي، وانت متوتر اثناء اللجنة واثناء حل الامتحان هتعمل ايه، وبعد ما تطلع من الامتحان تعمل ايه. دي نصيحة بيقدمها مباشر اليوم السابع. حصريا بتقدم نصيحة لدخول الطالب للامتحان قبل وأثناء وبعد الامتحان وكيفية تعامله مع الورقة الامتحانية. مباشر اليوم السابع بيقول لك قبل الامتحان بيومين، بيبقى قبل الامتحان يومين أو ثلاثة، نفرض إن في عندنا امتحان كمان يومين، فهنعمل إيه في الامتحان وإحنا قاعدين نذاكر؟ أولاً أنت بتذاكر في مكان ثابت، ده مكان مخصص ليك، مكان يكون مفيش فيه ضوضاء، بتبعد فيه عن الدوشة اللي حواليك، ما بتختارش مكان يكون جنبك دوشة، حد بيتكلم، حد عامل لك قلق، تختار الطريقة اللي تريحك، تختار مكان يكون فيه تهوية كويسة، بتقعد على مكتب وانت قاعد يبقى فيه إضاءة كويسة معاك، ما يبقاش عينك قاعدة بتدور في الحاجات، ايه الحاجات اللي هتذاكر منها تبقى انت محددها، ما يبقاش المكتب كله قدامك ورق وانت محتار تذاكر من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا. انت عامل مراجعة بتاعتك بتاعت ليلة الامتحان اللي مديها لك مدرسك او اللي انت واخدها او المصدر اللي انت بتذاكر منه، خلاص هو ده اللي هذاكر منه. فانت بتحدد الجزء اللي انت هتذاكر منه ليلة الامتحان قبل الامتحان، المصدر اللي انت بتثق فيه اللي هو لمم لك جميع المعلومات، ما بتشتتش نفسك، ما بتاخدش اسئله جديده من طالب قبل الامتحان او من زميلك او زميلتك او زميلتك تقول لك في سؤال جاي في الامتحان خد السؤال ده، ما تاخديش اسئله جديده من طالب او طالبه ايام الامتحان، ما يجيلكش امتحان يقول لك حل الامتحان ده في الورقه دي والامتحان يبقى فيه اسئله تعقدك، ما تقعدش التليفون، الغي موضوع التليفون المحمول بتاعك ده ايام الامتحان وانت قاعد، اصحابك ما يتصلوش بيك، انت مركز مع نفسك، تركيز عالي جدا، تركيز الموضوع كله انا بركز، عامل تركيز ازاي هذاكر، ازاي هدخل الامتحان وانا مستعد، يبقى مفيش تليفونات واحد يقول لك انا خايف، انا هسقط، انا مش مذاكر، انا مش عارف هعمل ايه، انا مش راح اخلص، وهو هيبقى خلص ومذاكر وراجع مره واثنين وثلاثه ومتصل بيك عشان يعمل لك توتر. في توتر هدام وفي توتر بناء، في توتر ايجابي في توتر سلبي، احنا عايزين التوتر البناء. انا داخل في امتحان ومتوتر، واللي ما اللي ما عندوش توتر ده يبقى مش داخل الامتحان، يبقى ما عندوش احساس بالامتحان، لازم نبقى متوترين، ده ضروري يعني. بس التوتر بقى عايزه يبقى توتر بناء مش توتر هدام.
هيجيلك بقى اعراض توتر كتير، وهتحس بريقك ناشف، وهتحس باعصابك وعايز تدخل الحمام وبطنك ملخبطه. حافظ على الاكل، ما تاكلش حاجات تعمل لك انتفاخات في البطن، ما تشربش قهوه، خد اشرب لبن، اشرب ينسون، اشرب الحاجات اللي بتهدي لك اعصابك، لا تكسر في تناول القهوه تماما. يبقى انت بتحدد نفسك انا هذاكر منين، ما بكلمش حد يجيب لي توتر، انا عارف انا بعمل ايه، بركز كويس قوي وبكتب الاجزاء. انا بمسك موضوع معين بقول الاجزاء الرئيسيه بتاعته فين، 1 2 3 4، كل جزء رئيسي ده انا بفرع منه الاجزاء بتاعته، يبقى انا بقدر الم الشابتر ده او اليونت ده او الحدوته دي في ان 1 2 3 4 دي اجزاء رئيسيه. كل جزء ده من الاجزاء الرئيسيه فيه اجزاء فرعيه، فانت بتقدر تحكيها اول ما تفتكر الاجزاء الرئيسيه، تقدر تحكي وتسترجع من المركز اللي في المخ اول ما يجيلك السؤال، فانت بتستدعي الاجابه من المركز بتاعته، لان انت بيجيلك احساس ان انت مش فاكر ولا حاجه، ده احساس طبيعي جدا، بس بمجرد ان انت تقرا السؤال فالسؤال بيفكرك بمركز الاجابه بتاعته، فمركز الاجابه بيستدعيه فبيطلع. انما الكلام ده عايز تركيز، عايز واحد هادي، عايز حد متمركز كده ان هو عارف بيعمل ايه، عنده سيلف كونفيدنس، عنده ثقة كبيرة جدا ان هو داخل ان هو يقفل الامتحان، داخل ان شاء الله هيجاوب جميع الاسئلة، ما عندوش انهزامية، عنده طاقة ايجابية. انت بتدي طاقة ايجابية لنفسك ان انا داخل الامتحان وهقدر اجاوب كل اللي جاي في الامتحان بمنتهى الثقة، انا عندي ثقة ان انا اديت اللي عليا، انا مراجع كويس قوي ومذاكر كويس قوي. ايفن ان انت مش مذاكر كويس قوي، ادي لنفسك الثقه. انما مش عايزك وانت مذاكر كويس قوي تقول لنفسك انا خايف، مش عايز تقول ان انا مش هدخل اعرف احل حاجه، دي طاقه سلبيه، دي هتدخل تنعكس عليك وانت بتحل الامتحان. انا مهم قوي ان انا اعمل طاقه ايجابيه انشرها ما بيني، ادي طاقه لنفسي، طاقة اللي بتاعت التحرير، الثورة اللي حصلت بتاعت 25 يناير جت من طاقة، ده بيقول ثورة، ده بيقول ثورة، ثورة عايزين بلد جديدة، عايزين رئيس جديد، مش عاوزين نظام فاسد. كل الطاقة دي طلعت، الشعب كله بقى بيتكلم بنفس اجتماعي. أنا عايزك أنت تدي الطاقة دي لنفسك، ادي طاقة إيجابية لنفسك، ابعد عن الطاقة السلبية، خليش حد يبوظ لك افكارك، ما تاخدش اسئله جديده من حد، ما تقعدش على الكتاب كتير، كل ساعه كده خد لك 10 دقائق افصل، في طاقه للمخ تستوعب، بتذاكر ومتمشى شويه، افرد نفسك على السرير جنبك او اقعد على كرسي ايزي تشير كده مريح، وغمض عينك شويه كده واعمل ريلاكس وما تفكرش في اي حاجه نهائي. انت اقعد ريلاكس خالص كده وما تعملش اي مجهود وما تفتكرش اللي انت عملته او اللي انت لسه هتعمله. انت بتقول لنفسك ما تفكرش، انا هدي راحه 5 دقائق ريلاكسيشن، بتستعيد نشاطك بعد 5 دقائق، قوم تاني 5 دقائق 10 دقائق، ارجع تاني. انت عامل خطه لنفسك، انا هراجع ايه، انا خلصت شابتر 1، خلصت الباب الاول، خلصت الباب الثاني، ايه الهوم ورك اللي انت عامله لنفسك، انت عامل خطه بلان لنفسك ازاي تذاكر. انا ذاكر الاول ريفيجن 1، وبعد ما ذاكر ريفيجن 1 هدخل في ريفيجن 2، وبعد ما ادخل في ريفيجن 2 هشوف ايه الحاجات اللي انا مش عارفها. ومن احلى الحاجات اللي تقدر تراجع بيها قبل الامتحان بيومين انك انت تمسك امتحان تحله شفوي اورال. ازاي؟ انك تمسك امتحان وتمسك السؤال الاولاني فيه، السؤال الاولاني بيقول كذا، السؤال ده اجابته شفويا كده عن نفسك، ما تكتبوش بايدك، يعني ان انا اقدر السؤال ده اجاوبه كذا وكذا وكذا وكذا. السؤال الثاني، تقرا السؤال كويس وتركز في السؤال كويس قوي، يبقى اجابه السؤال ده في كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى انا عارفه. طيب السؤال الثالث انا لقيت فيه حته مش عارفها، هعلم عليها كده علامه غلط ان انا ده عايز ارجع له تاني واذاكر الدرس بتاعه.
بتعمل كده 3-4 امتحانات انت تلاقي نفسك انت فاكر المنهج كله وتبتدي تستعيد ذاكرتك وانت بتراجع مراجعة ليلة الامتحان. ما تنساش ان مباشر اليوم السابع بيوفر لك المراجعة كاملة في حلقات، كل حلقة مدتها تقريبا نص ساعة، فبتقدر انت تجمع اللي انت هتذكره في المنهج كله، انت بتقدر تجمع المنهج كله في ساعة او في ساعة ونص او ساعتين ماكسيمم. يوم الامتحان خلاص، ثاني يوم الامتحان جيت تنام مش عارف تنام، اشرب كوباية لبن، اهدى خالص، انت سيب المذاكرة من الساعة 8:30-9 ما تذاكرش خالص، اعمل اي حاجة غير انك تذاكر. لو سهرت وكملت وما نمتش هتدخل عشان تسترجع المعلومات تاني يوم الامتحان مش عارف تسترجعها. غذاء العقل هو النوم، مهما تسهر مش هتعرف تفكر في الامتحان، هيبقى الامتحان سهل قدامك وعايز تسترجع الاجابة بتاعته مش هتعرف لو انت مش نايم كويس. نصيحة، اكبر نصيحة ليك يوم الامتحان، لازم تنام بدري، ولو ما نمتش بدري ما تلمس كتاب، حاول تبقى على السرير وبتغمض عينيك وبتحاول تنام بأي طريقة، إنما افصل مذاكرة من 9-9:30 ماكسيمم 10، اتفرج على التلفزيون، اعمل أي حاجة، إنما ما تذاكرش خلاص. اللي ذاكر خلاص ذاكر طول السنة، أنت متهيأ لك إن أنت ناسي كل حاجة، لا أنت فاكر كل حاجة، ده متهيأ لك. تعال بقى نروح يوم الامتحان، رحت على اللجنة معاك أدواتك أنت محضرها من بالليل رايح الامتحان، وأنت رايح على الامتحان مالكش دعوة ب صديق السوق، صديق السوق اللي واقف يتكلم على ده ويتكلم على ده ويتكلم على الامتحان وما يتخلوش يخرجك من المود اللي انت فيه، انت رايح مركز. لا تقف مع صاحب سوق، ولا تقف مع واحد بيعيط، ولا واحد خايف، ولا واحد يجيب لك احباط. ابتعد عن جميع المؤثرات المحبطة. كل اللي تعمله انك يبقى عندك طاقة ايجابية وتحافظ عليها، تدي طاقة ايجابية زميلك وتكلم اللي هيديك طاقة ايجابية، تكلمه في اي حاجة غير الامتحان. دخلنا الامتحان، انت قاعد خدت مكانك، اختار مكانك اللي انت هتقعد فيه على الديسك اللي انت قاعد عليه، اختار الطريقة اللي هتريحك في القعدة، جات ورقتك، ورقة الاسئلة الاجابة اتوزعت عليك الاول، بتبتدي تغمض عينك وتدي لنفسك تهيئه ان انت داخل على الامتحان، انك انت داخل عايز تعمل حاجه ببساطه. الموضوع مش بنعمل ذره، احنا عايزين ننظم نفسنا عشان نرتب اجاباتنا عشان ما ننساش. معايا القلم الرصاص، بنقرا بسطر ورقه الاسئله، سطرت ورقه الاسئله صفحتين ثلاثه منها، اعمل درافت او هامش للصفحه، ودايما خلي كمان اخر صفحه هي هامش ليك. اتوزعت ورقه الاسئله، انت عارف ان انت هتجاوب كل سؤال في صفحتين قدام بعض، الورق كافي، انت هتجاوب كل سؤال في صفحتين قدام بعض. جات لك ورقه الاسئله، اتوزعت ورقه الاسئله، اول ما توزع ورقه الاسئله اقلبها على وشها ما تقراهاش على طول. الورق قدامك، انت متاكد ان ورقتك قدامك، ابتدي. نظمت نفسك، خد 5-4 انفاس هاديين كده، وبعدين ابتدي ارجع بظهرك لورا وحط ورقة الأسئلة قدامك وابتدي اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، سمي بالطريقة اللي تعجبك. بسم الله، ابتديت وانت قاعد ظهرك ورا كده بتبص للمعلومات بثقة. اقرأ السؤال الأولاني، واقرأ السؤال مرة واثنين وثلاثة. السؤال ده كويس قوي، ده كام جزئية؟ ده 1 و2 و3. انا اعرف الجزئية الاولى والجزئية التانية والجزئية التالتة. اقوم انا معلم نفسي كده ان ده كويس قوي، انا عارف السؤال التاني انا قريته بيتكلم على كذا، طب مش عارفه، اقوم عامل عليه علامة استفهام كده ان انا ده ممكن يقلقني شوية، ادخل على السؤال اللي بعده في الف وفي ب، بدخل على ألف أقراها وبي أقراها، بمسك الأسئلة بعلم على أسهل أسئلة في الامتحان أنا ممكن أبتدي بيها، لأن وانس إن أنا خدت الثقة وابتديت في السؤال الأسهل في جميع الامتحان أيا كان رقمه، ابتديت بالسؤال الخامس أكتب السؤال الخامس
وابتدي بيه اعمله. لو انا اخدت السؤال الخامس وحليته كان كله صح هيجيلي ثقه في نفسي. بعد ما قررت ان انا هبتدي بالسؤال الخامس ثم السؤال الرابع ثم السؤال الثاني ثم السؤال الاول ثم السؤال الثالث، انت رتبت لنفسك خطه هتمشي بيها تحل ازاي، وبتحل السؤال الاسهل وتبتدي تنزل تنزل تنزل. هتلاقي الوقت بتاع الامتحان المخصص ليك انت عملت كل الاسئله السهله وعندك لسه وقت طويل قوي تفكر. اذا الاسئله اللي هتحتاج منك تفكير سيبها للاخر. ليه؟ لان هيبقى عندك وقت متسع. انما ما تحطليش مساله وقفت قدامك او سؤال وقف قدامك تقعد تفكر فيه ربع ساعه، ده هيجيب لك توتر. سيب كل حاجه عايزه تفكير منك او استدعاء اجابه تاخد منك وقت، سيبها وحل السهل الاول. بعد ما تخلص الكلام ده كله بدات تحل الامتحان، راجع انا حليت السؤال الاولاني علم عليه في ورقه الاجابه، في ورقه الاسئله علم عليه صح، في ورقه الاسئله علم عليه صح، جميع الاسئله اللي انت عليها علمت صح. ادخل بقى على اللي انت مش عارفه ابتدي فكر فيه. بعد ما تعمل ريلاكس خمس دقائق لوحدك ادخل على الاسئله اللي انت مش عارفها، ابتدي افصل الحاجه اللي توقفك، عيدها تاني مش في نفس الصفحه، عيدها تاني ورا بطريقه تانيه مختلفه، هتعرف الحل ويجي لوحدك بعد ما تفصل عنه خالص. بعد ما تخلص راجع مراجعه جيده كانك لسه بتحل الامتحان من جديد. بعد ما تفصل نفسك بدقيقتين ثلاثه كده وتبتدي تراجع، مالكش دعوه باللي حواليك، لا حاول يقول لك غششني، ما تحاولش انت تغش من حد. الغش بيضيع التركيز، بيضيع منك تركيزك المطلوب في الامتحان كله تركيز. اوعى حد يقول لك هات حاجه او تدي لحد حاجه او انت تاخد من حد حاجه، انت ركز في اللي انت عارفه. ان شاء الله هتجاوب كل الاسئله، ادي ثقه في نفسك ان انا هقدر اجاوب جميع الامتحان وهقدر احل جميع الاسئله. اطلع من الامتحان وتوكل على الله. حتى بعد الامتحان ما ترجعش مع حد لان ده هيقول لك ده غلط وده صح، اللي قال لك غلط الامتحان خلص وده نصيبك، ما تدخلش في مهاترات ده صح وده غلط، انت عملت اللي عليك واديت اللي عليك كويس. وما تحزنش وما تفرحش، انت عملت امتحانك واديت اللي عليك بالطريقه المظبوطه. ارجع من الامتحان، ارجع بيتك، خد حمامك ونام لك شويه وارجع تاني ابتدي يومك بكل ثقه. حتى لو ما حلتش الامتحان الاولاني كويس، الامتحان التاني انا اقعد فيه واكون احسن ان شاء الله. دايما ادي طاقه ايجابيه لنفسك، وانا عايز شباب مصر كلهم يكون عندنا، كلنا الثوره علمتنا ان احنا كلنا يبقى عندنا طاقه ايجابيه، كلنا هندي طاقه ايجابيه لنفسنا ان احنا نقدر نحل اي اسئله ونقدر نسترجع جميع. حتى لو سؤال اول مره تشوفه انت لو فكرت فيه هيديك داتا، هيديك اي معطيات انت تقدر تحل منها حتى لو انت ما خدتوش قبل كده فتقدر تجاوبه. واتمنى منكم الهدوء والتركيز والنوم مبكرا، وما تنساش تعمل سبسكرايب فوق عشان تنزل لك جميع حلقات مباشر اليوم السابع. كان معكم خالد فاروق واشكركم والى التوفيق دائما ان شاء الله. ازاي تنجح وتجيب مجموع وانت قاعد على الانترنت؟ اليوم السابع بيقدم أقوى مراجعات نهائية للثانوية العامة لنخبة من أفضل المدرسين. اتفرج وذاكر وانجح وجيب مجموع. للفيديو على اليوم السابع.